الزول حبيبي وحبيباتي ولات لكم حبيبتكم اللي هي اللي تحبكم قد الدنيا نتمنى تكونوا غايه فوتو الصيف تاعكم غايه بحرتو رحتو العراس زغرتو هبلتو درتو كاع صالح ونتمنى تكونوا سعيدين. حاجه اليوم الفيديو بغيت نجاوب على زوج اسئله مهمين بزاف. السؤال الاول اللي هي اصلا حبست ندير الفيديو شكون اللي قال لك انا حبست ندير الفيديو وجامي نحبس ندير الفيديو واللي قالها لك كذاب. حاجه واحده اخرى دي هي علاش كتحط لنا لي جو في لاشين تاعك حبيبي حبيبي حبيباتي. لاشين تاعي انايا ما راهيش تاع لي جو راهي تاع دي هي بيوتي فلوغ. دي هي معناها انا شارك معكم حياتي يعني نجي نحكي لكم لي زيستوار صراولي شارك معكم قصص انا نكتبها شارك معكم صوالح تاع ماكياج يعني صوالح كيما كان في حياتي. هاد لاشين جديده ما راهي ليا انا واكسل حليتها حليت شان جديده ويا ريت تروحوا ديروا لي ابوني تماك وتشجعوا هاد لاشين جديده يعني هما تاع كوبل انا واكسل ونتمنى حدنا بزاف صوالح راح نديرهم لكم وعلى بالي غادي تعجبكم الصوالح اللي راح نديرهم لكم. بغيت نقول لكم ما تنساوش ديرونا لايك في هذيك لاشين على الفيديو اللي نديروهم وديرونا اشتراك في القناه هذيك. وهاد القناه حطيت لكم لي فيديو ماشي باش هاد القناه ما غاديش تبدل وغادي توجور تقعد تاع دي هي وتوجور لي زيستوار تاعي توجور الماكياج تاعي توجور الهبال تاعي توجور دي هي. مي درت لكم غير باش نقول لكم بلي روحوا لهيكا راني درت لكم وشاشره. الاولاد دائما كانوا يقولوا لي دي هي هي مقلش البنات وعطيتهم قيمه ودير لهم مكياج ودير لهم بزاف صور وحنا راكي سامحه فينا نو ماني سامحه فيكم راني ندير لكم الشال ليكم وحدكم ماشي ليكم. شي لا ثاني قبضوا يقرعجوا ويدخلوا لها عبالي الاولاد هما الاكثر فئه مهتمه بليجو. ما عباليش على راني نحكي بزاف توحشتكم توحشتكم بزاف 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 ما عادش تقدوا عندي سيمانتي ما درتش ليجو ما درتش ليجو هذه سيمانتي ما درتش لي فيديو نحس روحي ني دايره كاريت راني حاسه روحي هذا راني تنهد. المهم بغيت نقول لكم فوالا حاجه السؤال الثاني ولا الثالث قالت لي وحده دي هي اسكو تي ارتست ميك اب. نو حبيبتي انا مانيش ارتست ميك اب انا ما قريتش على المكياج وارتست ميك اب حاجه مهمه بزاف يقراو عليها ويتعبوا عليها وانا ما كان ساعفني نحط اني نقرا ارتست ميك اب. بصح انا شيره جزائريه كيفكم نحب المكياج وشوف بلي كاين بروبليم كبير في المكياج اللي هو بايزوم انا كان نروح نشري مكياج ما نعرفش منين نروح نشري كنت دوكا صاي ما كنتش بايزوم ما عندناش سيفورا حوانيت غير تاع سيفورا ماكازا غير تاع سيفورا يبيعوا كلشي سيفورا ولا ماك ولا هذوك لي برودوي اللي توجور نشوفهم في اليوتيوب. انا كي كنت نتبع لي زاميريكا كنت نشوف بزاف لي مارك كي نروح نبغي نشري ما نلقاهمش يعني خاطرش هما في عالم وحنا عالم. انا قلت علاش لا ما نشاركش ماكياج مع البنات يعني لما نروح نشري حاجه نجي نقول لكم شوفوا البنات اللي شريتها وعجبتني ولا ما عجبتنيش هكا نتبادلوا منافع ونتبادلوا يعني خبرات من بعضنا. انا بنت كيما كيف كيفكم ولكن نحب الماكياج عندي شغف للماكياج ونشوف باللي ماكياج حاجه شابه وارت وتانيك ماكياج يقلع لي ستريس ونسيني الهم وكي يكون هكا ما عباليش ماشي غايه ومخربله وما عباليش راح ندير ماكياج باه ننسى ونسترخى كيما هكا يعني. وانا انت تانيك انا شيره ما تنساوهاش هذه كاين بزاف الاولاد يقولوا لي ديا ما ديريش ماكياج ما قدش ما نديرش مكياج انا انت وهذه حاجه في الطبيعه تاعي كيما الاولاد يحبوا البان ويحبوا يديروا صوالح تاع الاولاد يحبوا السيارات ودوك صوالح انا ثاني بنت نحب هادو هذوك شغل الجوي تاعي انا. المهم هادو هما اسئله نحبت نجاوب عليهم. شباب ثاني كنقول لكم بلي دي هي توجو راهي هنا ودي هي توجو تحبكم. وحاجه واحده اخرى الناس الباك اصحاب الباك نقول لكم بلي كاع اوف قرب عجبوني حبايبي اللي كنت حطيت لكم فيديو على الباك بلي نصائح كيما قعدت لكم فريمون من قلبي والاكسبيرونس تاعي في الباك تاعي انايا خدش على بالكم بلي فوتاش عام خطر الباك تاعي ويا ريت تروحوا تشوفوا هذاك اللي عندهم الباك هذا العام جدد. وعجبوني بزاف ناس قالوا لي بلي دي هي طلعنا الباك وربحوا الباك وجاو هكا فرحوا قالوا وفرحت معاهم كاين شي ناس انا اول وحده عطاتهم النتيجه تاعهم كيما قرحت وقعدت نقرا وقعدت فرحانه. كاين ناس جابوا 17 كاين ناس جابوا 16 كاين حاجه تالي معدل تالي جابوه هو 13 اللي انا حوست لهم وكنت فرحانه كنت فخوره بكم انكم جبتوا الباك وفرحت بكم. بصح راح نقول لكم حاجه الباك حسيت روحك تحسب روحك جبت الباك معناها سيبو راك ربحت وراك درت حاجه كبيره. الباك هو والو مازال طريق جديده وعالم جديد راه يقرح فيك مازال طلع الجامعه مازال خدمه مازال تعرف على صوالح دخل تقول يا ريت كنا قعدت في الليس صراحه يعني. اذا راكم حابين ندير لكم يعني فيديو نقول لكم يعني المرحله الانتقاليه ما بين الباك والجامعه وش لازم عليكم ديروا وش ما لازمش عليكم ديروا وصوالح اللي انا ما كنتش نعرفهم وتلاقيتهم وصوالح كيما هكا نصائح يعني كيش تكون في الجامعه يعني تجيب نتائج متوفقه متفوقة جيب نتائج متفوقة ما عنديش مشكلة عندي لحبابي. أما الناس اللي ما ربحوش الباك نقول لهم باللي ما هيش نهاية العالم الباك عام شهادة كيفك في الشهادات الأخرين حاجة فريمون عادية
شايله كاع الباك نحنبوكم غير حنايا مكبرين لها ومطلعين لها. شحال واحد يقول لي هي انا حسيت بلي خايف تنضع الاب تاعي، وواحده تقول لي حسيت بلي انا دليت والديا، وواحده تقول لي كل واحد شي قاعد يقول لي منيتك ما تخممش هذا تخمم وين تدل والديك. نهار اللي امك دير فيك ثقه وتلقاك دايره زبله معك شي واحد تماك تقول لي انا دليت والديا، النهار اللي تخدعيها ولا تكذبي عليها تما انا نقول لي دليت والديا. بصح هو لا انت ولا انتيا درتي جهدك وقريتي وتعبتي وسهرتي وكما نقول لك حفظتي ودرتي كاع اللي لازم عليك ديريه وما نجحتيش. زيد حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، هذا العام ما كانش واحد يقد يلومك ولا يلومك يلومك ولا يلومك الا ما ديتش الباك، ما لا يلومك ولا يلومك الا ما ديتش الباك. علاه هذا العام فريمون 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 الله يحسن عليكم وقلبي كان معاكم. علاش؟ حاجه الاولى الظروف اللي فوتوا فيها كعبنا بها، حاجه زوجة عاوتوه شكا باغي اكثر من هكا عاوتوه فريمون تلوم روحك الا ما جبتش الباك هذا العام. صدقني ما كاش انسان بعقله يقد يلومك الا ما جبتش الباك هذا العام. صح. حاجه اخرى كان وحدين يقولوا لي دي هي انا شام خطره نفوت الباك وما نجيبهش وكرهته مليت. شي حاجه حبيبنا ولا حبيبتي فيها والو، حاجه عاديه تماما هذه انك دير جهدك. وحاجه اخرى كاين شي ناس يقولوا لي دي هي انايا حبست قرايه ومادام حبست قرايه اسكو حياتي تحبس هنا. نو حبيبنا حياتك ما تحبسش هنايا، شكون اللي قال لك هذه حبوك؟ هذا كاين شي ناس نجحوا في الحياه وهما مش قارين. لكن اكد لي على هذه لكن، ثقافة تاع الصح والقراية تاع الصح ماشي هي لانك تروح وتقراها، انك تقري نفسك، انك تحتمد تقول انايا صحي غادي نكون انسان مثقف، غادي نقرا كتب، غادي نسمع اشرطه، غادي ندير هادي وهادي وهادي. كاين بزاف صوالح يخلوك انسان مثقف، انسان واعي، انسان راشد، انسان يعرف يفرق ما يعرف يفرز، انسان ما يدخلش في المغالطات ما تحشيها لهش الدنيا. سمعتوني؟ يعني العلم والوعي والثقافه مش حاجه تعطالك وانما حاجه انت تبحث عليها. معناها يا ما ناس قراونا في الجامعات والنيفو تاعهم زيرو، لا في الثقافه لا في حاجه اخرى، ما يعرفوش ابار ديك الحاجه اللي قراوها لهم. ويا ما ناس عرفناهم يعني ممكن يكون عساس ولا كي تقعد تحكي معاه تقول يعني وشنو هذا، وش العقل اللي عنده تحتار فيه. عمر الثقافه وعمر العلم وعمر الوعي وعمر الصوالح هادو كاع كيما دارو يعني شكل اليوم ماشي شكل نخلط في الهضره راكم عارفين شنو قصدي. هادو صوالح نتايا تمشي عليهم، نتايا تركز عليهم، نتايا تبني نفسك بنفسك، ابني هذا الانسان. خاطر شي انا عارف بزاف ناس كملنا جامعه معاهم نقول لي انا حاسب بلي ما قريتش، انا حاسب بلي ما استفدت والو. صراحه ماشي ما استفدت والو وانما نتايا ما كنتش مركز باش تقري روحك، ما كنتش مركز باش تبني هذاك الانسان. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. والناس اخرين حيت الناس دائما انا مقلشتهم ما عباليش علاش، بس مي عندهم الزهر عندي. الناس اللي هما مؤسسات الدوله، الناس اللي خدموا في الجيش، الناس اللي خدموا في كعب لكم شاه بلا ما نقول لكم كذا وكذا وكذا، نقول لكم تحيه كبيره لكم. ودي هي هنا اختكم وحبيبتكم وتجور ندير لكم تحيه وتجور نطلع لكم المورا كيما هكا. واذا كنتوا حابين ندير لكم فيديو سبيسيال لكم ما عنديش مشكل زعما كيما هكا. والله نحبكم بزاف بزاف بزاف، وخاصة كي درت لكم الفيديو تاع بعث لكم فيه تحية خاصة ليهم. الناس يعني طلعت لها المورال صراحة. شحال من واحد يقول لي دي هي طلعتي لي المورال، يقول لي أنا راني في الجبل بايزون ولا نقول في صحاب الجيش مساكن. تخيل بعيد على دارهم، بعيد على مرته، بعيد على ولاده، كاين لي مسكين هكا قلبه مع خطيبته، كاين لي وكاين لي ما عندهش مسكين. المهم ما كانش قا واحد يطلع له المورال، ما كانش حاجه طلع لهم مورال. نهار اللي درت لهم هذاك الفيديو فرحوا وعجبتهم بزاف، ونقول لهم بلي انا نحبكم خاوتي وتجور ندير لكم لي فيديو كيما هكا وتجور نتوما في القلب. حنا لي زالجيريان كاع نحبوكم مقنت القنت. المهم هذا الفيديو درته باه نتسلى معكم نحكي معكم، عبالي بلي شعال 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 ما حكيتش معكم. وسيمانتين سيمانتين ماش قدم امر بلي سيمانتين ما حكيتش معكم فيها. المهم حاجه واخده اخرى شايله شكرا نقولكم لي فيديو اللي غادي نديرهم. شوفوا باغي ندير لكم على فوريفر، ديجا راني جايبه هنايا صوالح تاع فوريفر وبالك نديرها اليوم ونحطها مور هذا الفيديو. الفيديو الزوج اللي باغي نديره بغيت نحكي لكم على تجربة تاعي في كنت نقرا في السيام. اساتذه بغيتهم واساتذه اخرين كرهوا لي حياتي، كرهوا لي كاع القرايه. وبغيت ندير لكم فيديو اخر على العنايه بالبشره الاولاد،
عبالي بلا كتقولي لي كنقلش على البنات. انا حليت لكم الشان تاع لي جو انا واكسل، وممكن ندير لكم اي موضوع يعجبكم، وعبالي بهذيك لاشين مازال غادي نطورها بزاف. شكرا لكم ونحبكم بزاف، تهلاو لي في روحكم، ونتمنى تكونوا فوتوا هذا الصيف غايه. شنو نقول لكم ثاني؟ نشوف الاسئله اللي كانوا يتعاودوا سابو، هادو هما الاسئله اللي كانوا يتعاودوا. بغيت نقول لكم نحبكم، تهلاو لي في روحكم. شتانيك البنات، فوالا راني دايره مكياج، فوالا فوالا لي كنت سيحت 10 يومين ديالها كي دايره. الى عجبتكم قرروا نهود لكم، شوفوها فوالا. الى عجبكم هذه السيحه تاع 10 وعجبكم المكياج اللي راني دايرته، نديرها لكم علاش لا، يعني نحب نبارطاجي معكم ونشارك معكم كل شيء. حاجه اخرى للاولاد، راني نكذب مع الاولاد باسكو الاولاد قالوا لي سمحتي فينا، ما سمحتش فيكم مي، راني لاهيه وكنت لاهيه وكان عندي خدمه وكان عندي فاكونس. ايه هذا السؤال ما جاوبتش عليه واقيله، علاش ما درتش فيديو في هادو سيماتين؟ صيف صيف، مادام صيف معناها فيها فاكونس، مادام الفاكونس روح البحر، روح العراس، نحوس، ندير بزاف صالح. ونزيد حاجه اخرى، انا واكثر انا نخدم خدمه تاع 15 بنادم، يعني لي خدمه لي خدمها 15 بنادم في سيمانه، حنايا رانا نخدموها في يومين ولا ثلاث ايام. تخيلوش على الضغط راه علينا، يعني حس معاوني. وتاني كانت شويه تنهد، وكنت نضلي الحب شويه هنايا البنات، كنت تشوفوا ولا كانكم تشوفوا ولا لا، المهم نضلي شويه الحب. بعد كي نوري لكم لي برودوي السحريه اللي هناوني من هذا الحب باسكو كنت حاجه فريمون غراف. المهم انا تجرني هنايا وجامي بعد عليكم وجامي نروح نخليكم. وهذا العام، هذا العام اللي حليت لاشين تاعي اليوم، راني ما نفوت 8 شهر. المهم اش راني ندير؟ راني ندير لي فيديوهات مخلطين، مانيش قاد بطريق وحده نمشي عليها باسكو انا راني كيما هكا غير شارك معكم اللي جات نديرها لكم. لا تلاقيت مكياج ندير لكم مكياج، لا تلاقيت ماكله ندير لكم ماكله، تلاقيت حياتي نشارك معكم حياتي. مي ديروا في بالكم بلي انا ماغاش نقعد كيما هكا، ولا شان تاعي غادي تتسقد بالبزاف. شتانيك بغيت نقول لكم نحبكم وتهلاو لي في روحكم، ونتمنى تكونوا غايه. وغادي ندير لكم فيديو مور هذا الفيديو، ويا ريت بليز 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 ما تنساوش تشجعوني انا واكسل القناه تاعنا الجديده اللي ليناها. ونقول لكم نحبكم بزاف وتهلاو لي فرحكم، معكم حبيبتكم اللي هي اللي تحبكم قد الدنيا. واليوم هذا الفيديو مانيش دايره حاجه كيما كان، غير بغيت نحكي معكم، بغيت نجمع معكم نتوما راكم خاوتي وحبابي وحباباتي وبزاف صوالح، يعني كان باغي نحكي معكم فيهم. كي يقولك نضع النقاط على الحروف، ايه تفكرت راني درت لكم مش قاش نقولها، مش قاش نقول هذه سيبرايز، راني وجدت لكم واحد السيبرايز ما غاديش تامنوا عقلكم شحال شابه، بصح ماش باغي نقولها لكم. علاش ماش باغي نقولها لكم؟ خاطرش انا صراحه ما باليش الا راح تصدق ولا ما راح تصدق هذه السيبرايز اللي انا واكثر انا نخدموا عليها. مهم راني يا دعوا لي ورفضوا يديكم من ربي ودعوا لي بهذه السيبرايز تصدق ونديرها لكم. وراني فرحانه بزاف اني وجدت لها، وراني كيما باغي نوريها لكم. وعلى بها طولت خاطرش حاجه نار الماكله اللي طيب على النار هاديه توجور تجي بنينه وتجور تجي شابه، سي بوغ سا نطيب على النار هاديه، ومانيش باغي كاع نتقلق، راني باغي نخدمها في غرضي. فوالا نقول لكم نحبكم وتهلاو لي فرحكم، ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو وتكتبوا لي تحت التعليقات تاعكم اسكو فرحتوا كي شفتوني جيت كيما هكا نحكي معاكم، واش رايكم في لي فيديو كيما هكا تاع نجمع ونحكي معاكم. راني جايبه قهوتي هنايا، ماشي قهوه، هذه قهوه بحليب بشوكولا بنيتيلا بخلط لها كاع هنايا. والله نحبكم وتهلاو لي فرحكم، واش نقول لكم نحبكم بزاف بزاف بزاف.